صباح الخير. التأليف روح مكانك أو على طريقة التانجو، خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء. أين العقد الأساسية؟ أين الأدوار الأساسية؟ من هم اللاعبون الأساسيون؟ أي دور للمراجع المساعدة مثل الصرح البطريركي، مثل الرابطة المارونية؟ أو هل هكذا قانون انتخاب ينتج هكذا أزمة في تأليف الحكومات؟ أم هي أكثر التركيبة اللبنانية؟ معي مباشرة هذا الصباح رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان كليموس. نقيب صباح الخير. صباح الخير. وسيكون معنا بمداخلة النائب جهاد الصمد أيضا. يا أهلا وسهلا نقيب. بداية، نحن في خضم أزمة أو في خضم عملية عادية قد تطول قد تقصر؟ هذا هو لبنان، هذه هي التركيبة. عم نحكي طبعا عن تأليف الحكومة. بمنطق الأمور نحن بأزمة، بس بالمنطق اللبناني نحن بوضع عادي جدا. التجاذبات حتى بالأوقات المفصلية عم تاخد حدا الأقصى بين الأفرقاء. بالوقت يلي إذا بدنا ناخد درس من إسرائيل، بالأوقات المفصلية حتى تبطل اللعبة الديمقراطية عندهم، يعني ما بعد في لا موالاة ولا معارضة، لا بعد في حسابات، لا بعد في محاسبات، لا بعد في محاصصات، بيصطفوا كلهم وراء المصلحة العامة، وراء مصير البلد. نحن هالمنحة هيدا بعيد عنا كتير. الكل حتى بهالأوقات هيدي ما عم بحسوا انه نحن بخطر داهم، خطر اقتصادي، خطر اجتماعي، خطر ديموغرافي، خطر على المصير. كيف خطر على المصير؟ لأنه ولادنا عم بفلوا. ساعتها بعدين رئيس على من؟ بترك على من؟ أسقف على من؟ شيخ على من؟ يعني وقت بدهم يفلوا كلهم شو بضل فيه؟ هذا هو الخطر على المصير. الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، انتفاء الحلم عند الشباب اللبناني، هيدي أسوأ ما يمكن. وقت إنسان ببطل يحلم، شو بعد في عنده حلم بقى؟ هيدا هو ناقوس الخطر يلي الكل لازم يحسوا فيه. يعني صارت المحاصصة عملية حسابية صغيرة أمام المخاطر الكبرى. 100%. وكيف فينا نطلع من منطق المحاصصة في لبنان؟ بدنا ياهن مش يتصالحوا مع بعضهم ويبوسوا بعضهم، بدنا إياهم يتصالحوا مع المصلحة العامة. يعني لعبة أبو ملحم ما بتفيد بهالأيام، ما بتفيد، ومش هيدا هو الهدف. الهدف يتصالحوا الزعماء والقادة لأي فريق انتموا مع المصلحة العامة. آخر همي أنا وقت بدوا يبوسوا بعضهم أو يتصالحوا مع بعضهم، المهم أن يتصالحوا مع المصلحة العامة يلي ابتعدوا عنها كلهم. نقيب، يعني بعملية التأليف عم بينحكى عن ثلاث عقد وإلى أبعاد طائفية مذهبية، عقدة مسيحية، عقدة سنية، عقدة درزية. في استحالة لإعلان لبنان دولة حديثة مدنية، أو فلنعلنها دولة طوائف، فيدرالية الطوائف؟ هلأ الواقع عم بيثبت هالشي. الطايف يلي ارتضوه أو ارتضوه لقلنا، هلأ ما بدي فوت ارجع 28-30 سنة لورا، ارتضوه لقلنا وارتضى قسم كبير من اللبنانيين على أساس انه هيدا بيوقف الحرب وبحطنا على سكة الدولة المدنية. لا وقف الحرب الشعواء يلي كانت، بس ولكن ضل لعبة السلاح موجودة بشكل أو بآخر. وبد ما نتوجه على الدولة المدنية أو الدولة لكل الناس، رحنا باتجاه مغاير كليا لترسيخ الطائفية وترسيخ المذهبية وترسيخ المحاصصة والرئاسات الثلاثة أو أربعة، ما بعرف، يعني مقومات الدولة الحديثة اللي كنا نطمح إلى في رئيس رابع اليوم، يلي مقومات الدولة الحديثة يلي كنا نطمح إلى من خلال الطائف، رايحة باتجاه العكسي بقى. هذا اللي بدي أقوله أنا، إنه اليوم أكيد مناش بالوضع الطبيعي،
بالوضع الحلم يلي نوصل فيه للدولة المدنية والدولة الحديثة. هلأ رح استند أنا لزلة اللسان المقصودي أو غير المقصودي، دعنا استنتج من هو الرئيس الرابع، السيد حسن نصر الله أو الوزير جبران باسيل؟ لا لا ما مش هوني، أنا عم بحكي يعني بمنطق الرئاسات، صرنا نحكي برئاسات بد ما نحكي برئاسة وبرئيس. نائب لقاء الديمان برأيك كان أكثر لقاء للتهدئة أو هو فعلا لقاء لتكريس المصالحة ولوضع عملية التأليف وخاصة بالبعد العقدي المسيحي على طريق الحل؟ أول شيء ما في جاوبك لأنه ما اطلعت عليه، وأنا لح شوف البترك بال 24 بالديمان؟ ساعة. لا بقى لح أشوفه لح، وسبق وقبل الانتخابات كان إلي لقاء مع سيدنا البترك وحكينا انه من بعد الانتخابات مفروض يكون في تحرك معين، اول شيء لإعادة استنهاض الدور المسيحي ولإعادة اللحمة الى الخطابات المسيحية، الخطابات اللي لها علاقة بالمصير الوطني. اليوم نحن كمسيحيين نفتقد الى موقف استراتيجي، وعم بحكيها بدون احراج لانه كل الطوائف والمذاهب الاخرى ما عندهمش مشكل لا بالموقف الاستراتيجي ولا بالموقف السياسي، يعني عم بيعيشوا حاله توحيديه داخل طوائفهم ومذاهبهم. بالوقت انا لا ادعو الى حاله توحيديه مثل ما بيقولوا فكر سياسي واحد، لا انا ادعو الى التعدديه السياسيه داخل كل مجموعه. بس ولكن وقت غيري شريكي بالوطن ما عنده مشكلة بالخطاب الاستراتيجي وعارف وين رايح، ونحن مشرزمين معنا خطاب استراتيجي، كلنا كل واحد عم بيروح بالاتجاه الخطاب السياسي مش بالاتجاه الخطاب الاستراتيجي الذي يرعى المصلحة الوطنية بالمطلق ومن خلالها المصلحة المسيحية. نحن بحاجة لموقف استراتيجي مسيحي موحد، وتحته خلون يلعبوا السياسيين لعب اللي بيريدوها بس تحت هالسقف هيدا. والإعلان عن اتفاق مع راب والنص رب ضارة نافعة، يعني بركي إذا الله وفق وقدروا توصلوا لوفاق جديد بنكون بنعمل خريطة الطريق تختلف عن اتفاق مع راب يلي بتصور سميته أنا رب ضارة نافعة أعلنوا عنه، لأنه مش هيدا هو الهدف كان منه. أنا وقت أعلن اتفاق مع رابع اعتبرته بقعة زيت، يعني يجب أن تتمدد إلى كل الأفرقاء المسيحيين تحت عنوان استراتيجي موحد يرعى المصلحة المسيحية بدون إحراج وبدون خجل. بقولها لأنه الدور المسيحي بلبنان عندما ينتفي ينتفي الوجود المسيحي، وعندما ينتفي الوجود المسيحي في لبنان ينتفي تنتفي المبررات يلي خلق لبنان من أساسها، يلي هو الوجع الحضاري لهذا الشرق ومركز تفاعل كل الحضارات. ولكن حضرتك كنقيب محامين سابق، ألا ترى في اتفاق مع راب أنه يحمل أسباب ببطلانه من الداخل عندما يتفق فريقان على توزيع كل الحصة حصة الدولة ببعد المسيحي بين الفريقين؟ أنا وقت قلت لك رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة أنه أعلن عنه، أعلن عنه معناتها هالاتفاق هيدا يا لازم أن يكون موجه للجميع أو لا يكون. وقت ايدنا اتفاق مع راب ايدناه على اساس سيكون مظله لكل التوجهات المسيحيه، طبعا عندما يتخلى الجميع عن انانياتهم، مش انه فريق عم بفتش على شيء اناني والفريق بده يطلب منه التخلي عن مصالحه. اتفاق مع راب ارتضيناه كمظله لكل المصلحه اللبنانيه بشكل غير مجزأ وبشكل يرعاها بالتوازن مع المصالح. النائب جهاد الصمد صباح الخير.
صباح النور، يسعد صباحك لك الله. طبعا عم نعالج مع النقيب أنطوان كليموس رئيس الرابطة المارونية كيف السبيل لحل العقد المسيحي في التأليف. هلا حضرتك، كيف السبيل لحل العقد السني في تأليف الحكومة؟ بعتقد أنا ما في عقد، يعني القصة هي ما قصة عقد، قصة في واقع معين أفرزت النتائج الانتخابية اللي تمت على قانون النسبي اللي الكل توافق أنه بده يخضع لنتائجه. فهي النتائج أفرزت أنه في 10 نواب سنة خارج تيار المستقبل اللي كان آخر حصرية بالتمثيل السني في مجلس النواب من 2005، وهذا واقع صار مثبت بالنتائج. والنواب اللي ربحوا ما حدا ربح، يعني لأنه صنيعة حدا ولا حدا سيقول أنه هو اللي نجحه، لأن الصوت التفصيلي كان مؤثر ومعبر جدا، يعني كل واحد نجح بحيثيته بأصواته. والشعار اللي أطلق بعض الاستشارات النيابية أنه هناك النية والتوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونحن مكون أساسي بمجلس النواب. هلأ يمكن ما كل 10 مشاركين بنفس اللقاء وبنفس التوجه، بس في 6 على الأقل هن بموقف واحد ومفروض يكونوا ممثلين بأي حكومة وحدة وطنية يجري الأداد لها. في مكابرة، ما في يعني الرفض يعني بدون يعني هيك بدون مبرر. فأنت بدك تعتمد معيار واحد، حكومة وحدة وطنية، عليك تمثيل كافة القوى الموجودة في مجلس النواب. برأيك صار في إقرار ضمني من قبل الرئيس الحريري بإلزامية تمثيل الفريق السني الآخر؟ أنا قلت وبقول أعمل لك إنه في مكابرة هلأ، بس الوقت اللي بده توصل الأمور للخواتيم إجباري بده يكون في هناك قبول بأسوة ببقية المكونات اللي هي الحياة السياسية اللبنانية. إجباري بده يكون في قبول بتوزير نواب السنة المستقلين خارج ديار المستقبل. هل على الأقل اللقاء هو من سيسمي الوزير اللي رح يمثله، أو بتعطوا هالبريفيليج للرئيس المكلف أو لرئيس الجمهورية كحل وسط؟ لا، نحن بالنسبة لألي أنا شخصيا وبعد التشاور مع الزملاء باللقاء، نحن يعني استعينا أنه ما يكون في سابقة أنه لفرض مرشح على رئيس الحكومة، لأن رئيس الحكومة لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. هذا ما بدنا نشكل سابقة أنه ولا تسكون هي تصير تتبع لاحقا. نحن عملنا بيان وكان واضح أنه نحن أي شخص بيختاره رئيس الحكومة وهذا من حقه من هالمجموعة، نحن بنعتبر انه اللقاء ممثل، يعني اي شخص منا هو بيمثل الاخرين. وكما يتداول، هل سيكون الوزير او النائب فيصل كرامي هو من سيمثل اللقاء؟ ما عندنا مشكله، نحن اي شخص قلنا كان الوزير كرامي او اي حدا تاني من اللقاء نحن بنعتبر حالنا ممثلين، واذا كان الوزير كرامي الاوفر حظا نحن ما عندنا مشكله ابدا. المهم المبدا انه الاقرار بانه الأحادية عند أهل السنة والجماعة سقطت، وأنه هناك في قوى أخرى تعبر عن طموحات وأمال ومواقف أهل السنة والجماعة في لبنان بالحياة السياسية وبغير الحياة السياسية. وإذا كان الحل يقضي بأن يكون الوزير السني السادس من حصة رئيس الجمهورية، بتمشوا بهذا الحل؟ نحن يعني في لغط عم بيصير، يعني حصة رئيس الجمهورية هو عم يتبادل مع رئيس الحكومة، هيدا مش من حصة حدا. يعني رئيس الجمهورية عم يبادل وزير مسيحي البناء لرغبة رئيس الحكومة انه بده وزير مسيحي، فعم يصير تبادل. بس اذا وزير رئيس الحكومة ما بده وزير مسيحي، ما في شيء بالدستور بيقول انه في وزير سني من حصة رئيس الجمهورية. استاذ يعني جهاد الصمد، في نقطة هاي لازم تتوضح، انه المطلب اللي عم ينطلب انه رئيس الحكومة حصته حتكون قليلة، لانه هو عم يقول بدي وزير مسيحي وعم يقبل يقايده مع فخامة الرئيس انه بياخده وزير مسيحي مقابل وزير مسيحي. في مسألة الازدواجية الانتماء، يعني مثلا كيف بنحسب النائب قاسم هاشم لنقول محسوب على اللقاء أو محسوب على تكتل التنمية والتحرير؟ مثل ما بتحسب كتلة الأرمن بتكتل لبنان القوي وكتلة الأرمن لوحدة، مثل ما بتحسب طلال أرسلان مع حفظ الألقاب والتكتل اللي هو عامله،
اللي نعمل له يعني، وبتحسبوا عنده كتلة وبتحسبوا ضمن كتلة نحن لقاء تبعنا، لقاء مش تكتل، نحن لقاء تشاوري بما يخص أمور الطائفة السنية للضرورة واجتماعاتنا عندما تقتضي الحاجة. في هلأ نحن التكتل الأساسي اللي نحن ننتمي إليه هو التكتل الوطني المستقل، نحن وزير فرنجي حسين دويهي وفايز غصن وفريد هيكل وفيصل كرامه وسيد مصطفى الحسيني. فهيدي يعني ما اللي بده يحكي عن الازدواجيه بده يطبقها على حاله يعني، فما في واحد بمحل يقول ما بيمثل وليد جنبلاط هو الطائفه الدرزيه بحق له الحصريه، وبمحل تاني بده رئيس الحريري يمثل الحصريه على الطائفه السنيه. اللي بده يحكي خطاب بده يعتبر خطاب واحد، ما يكون في ازدواجيه معايير بخطابه. اللقاء سيستمر بعد تشكيل الحكومه؟ طبعا يعني نحن اتفقنا بين بعضنا انه هذا اللقاء دوره الاساسي انه فيما يخص مصلحه الطائفه السنيه اللي نحن مضطرين بكل اسف يعني بعد الممارسات من 2005 ل 2018 لتاخذها اللي كان يمثل اهل السنه في السلطه اللي هي سلطه محاصصه بكل اسف، فبتعيد انه نحن لقاءاتنا تكون عند الضروره ويكون في لقاءات دوريه تشاوريه لحتى نحدد مواقفنا ونصوب ونصلح واللي بنقدر نعمله بدناهم. بدي اشكرك انا النائب الاستاذ جهاد الصمت. شكرا لك. يعني نائب يبدو عمليه التاليف بعد بايام الاولى. يعني ما فينا نقولش عن نقول انه عليلية اكيد. هلا اللقاءات يلي صارت ب 48 ساعة الماضية أكان بالنسبة للقاء تبع الديمان يلي جمع ممثلين عن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مع سيدنا البطرك، أو اللقاءات يلي صارت ببيت الوسط. هلا مش رح أقول أنا غيروا اتجاه الأزمة من التراجع إلى التقدم، بس أقلوا جمدوا عملية التراجع أو التطور نحو التأزيم. هلأ المهم ينخطى خطوة إلى الأمام باتجاه التشكيل. ما بعرف إذا طلعت اليوم وزير السفير الفرنسي بلبنان عامل تصريح، فرنسا ما عندها مشكلة إنه تكون الحكومة تمثل الأكثرية حتى ولو كانت الأكثرية ما بعرف كيف اجت بأي سياق تمثل حزب الله أو يعني قال إنه الاتحاد الأوروبي وفرنسا تعتبر إنه حزب الله مكون سياسي بقى، بس بالمقابل داعي إلى الانسحاب من سوريا واليمن. أكيد أكيد هذا غير موضوع، بس عم نحكي على المستوى الداخلي. لوين متجهة الأزمة؟ هل ستتجه إلى العودة عند فكرة حكومة الوحدة الوطنية أو ستذهب باتجاه مغاير لنحو حكومة تمثل أكثرية المجلس النيابي؟ هلأ نحن على مفترق طرق بهالموضوع. هذا أتمنى أن تكون الحكومة تمثل أكثر، مش رح تقدر تمثل شو ما كان حتى لو كانت حكومة وحدة وطنية كل المكونات، مش رح تقدر تمثل كل مكونات المجلس النيابي يلي أفرزتها الانتخابات النيابية، بس ولكن ستمثل أقل 70-80% من المجلس النيابي. أنا أتمنى بهالمفصل التاريخي يلي عم بحكي إنه يكون في أكثر ما يمكن من إجماع وطني حول الحكومة لدعم دورة الذي نأمل أن يكون بناء لجهة محاربة الفساد، لجهة إعادة وضع سكة النمو الاقتصادي، إعادة إعطاء الدور للاقتصاد الإنتاجي مش الاقتصاد الريعي بالبلد يلي عم بهش الشباب مثل ما حكينا. هيدي بتمنى ولنه هلأ بهالفترة هيدي يصير في أكبر إجماع ممكن حولها لتزخيم دورة
وأعطاء نوع من الدفع بالنسبة للقوى الخارجية يلي بدها تدعم لبنان بمسيرته المستقبلية انطلاقا من مؤتمر سادر يلي حصل بباريس. يعني على سبيل الجدل الافتراضي، ما شفته بعد حضرتك لصاحب الغبطة، ولكن ألا يحق له أن يشترط أنه أنا ما بستقبل إلا الأصل؟ مع احترامي لإبراهيم كنعان وملحم رياشي، ما كان بيقدر يقول أنه أنا بدي يجي لعندي مع حفظ الألقاب جبران باسيل وسمير جعجع تأحكي معهم مباشرة؟ شوف، أنا لا بدي أنتقص من شخص من شخصية أحد، ولا بدي أملي على البترك مين بيستقبل، بس البترك بموقع بفتكر في يتعامل مع الكل. وهلأ هو يمكن حاملين رسالة، هن مش جايين يناقشوا الموضوع، بس أكيد أنا أتمنى وما في شيء بيمنع أنه يستقبل غير الأصل، بس أتمنى أن يكون الحوار مباشر وفعال أكثر مع سيدنا البطريرك يلي يجب أن يكون لدوره ولصوته الصدى المطلوب. يعني ما بدناش حدا يسمع البطريرك بدون ما يصغي إله، بدنا إياهم يصغوا إله مش يسمعوا بس، وإذا اطلعوا فيه يكونوا عم بيشوفوه مش بس عم يطلعوا فيه. بدنا الإصغاء، السمع بدون إصغاء لا جدوى منه. خلاصة لقاء الديمان وليد غياط. يوجه صاحب الغبطة رسالة حملها لهما إلى المعنيين وهي التالية: تأكيد على المصالحة التاريخية الأساسية التي تمت بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وعدم تحويل أي اختلاف سياسي بينهما إلى خلاف، والتشديد على أن تستكمل بالتوافق الوطني الشامل. ما المقصود بأنه يتحول الخلاف إلى اختلاف؟ هل بعد في فرصة للاختلاف في الشارع بين القوى المسيحية؟ يعني أكثر من هيك حدي مش لازم، صار مفروض نبلش بالاتجاه التراجعي لهالاختلاف هيدا، وقف الحملات. لا، وهيك مفروض، يعني مش مفروض كل ما يصير في خلاف بين قطبين بالسياسة أو بين فريقين ينزل التراشق بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي إلى أوطى وأدنى درك ممكن وأسفه كمان. يعني حرام لبنان، حرام، صدقني حرام لبنان. أتمنى أن يكون هالموضوع قد توقف، لأنه لأنه وقته ولأنه بحاجة لهالشي هيدا. فيهم يختلفوا بالطريقة الحضارية يلي الكل بيحبزها. صار في استذكار للحرب التي تذكر ولا تعاد، حرب الجيش القوات، انه وقتها الاباتي بولس نعمان لعب دور الوسيط. هل نحن اليوم امام حرب بين مزدوجين مدنية سياسية بين التيار والقوات، والبطريرك يلعب دور الوسيط ايضا؟ فيك تقول هيدي حفلة تجاذب سياسية تنتهي مع تأليف الحكومة، ترجع الامور على طبيعتها. مش بالضرورة، مش بالضرورة، بس شرط الضل بإطارة الحضاري وبإطارة الديمقراطي وبإطارة التعددي، لأنه الساحة السياسية اللبنانية فيها تستوعب الكل ويرجعوا. بالعكس، الاختلاف يغني، بس بالشكل اللي عم بيصير فيه يفقر ويهدم. الاختلاف وبيكون توصل فيه لاتجاه بناء، بالعكس مطلوب الاختلاف بالرأي، ما وأحادية الرأي هيدي تنهي الشق الحضاري من الجو السياسي. طبعا ما بدي أحشرك كرئيس رابطة مارونية، بس ولكن في شيء اسمه حصة رئيس الجمهورية، هل أصبحنا أمام عرف ثابت؟ أنت شوف، لحلك شغلي، لا ما بداش أحراج. من أيام الرئيس الهراوي مرورا بالرئيس لحود والرئيس سليمان والرئيس، عم بصير في شيء غير مكرس يعني دستوريا، بس لأنه رئيس الجمهورية بالنهاية في ملعل اليوم الوزراء عم يطلبوا تمن امضى تبعهم، رئيس الجمهورية مش عم يطلب تمن طيمضي، بس أقله
بده يكون حكم بمجلس الوزراء أو حكم على الساحة الوطنية بده يكون معه صفيرة، وهالصفيرة هي هالأمضة تبعه على التشكيلة الحكومية يلي من خلالها بحق له يكون عنده وزيرين ثلاثة يلي هن يلي يسار التوافق عليهم، وهي دول بشكله بالمنطق المجرد فكرة الوحدة الوطنية أو فكرة لم الشمل من خلال رئاسة الجمهورية. هلأ مش بحاجة مثل ما بقولوا رئيس الجمهورية بده يكون على تواصل مع مجلس وزراء بده حصة، لا خلينا نقول بكل مش بحاجة لهالشي، ما الأمين العام لمجلس وزراء أو مدير عام رئاسة الجمهورية ما هني بشكله حلقة الوصل بين فخامة الرئيس وبين الأعمال مجلس الوزراء، بس حتى يكون له نوع من أقل من دور بحده الأدنى على الساحة الوطنية من الخلال حتى ولو كان عنده كتلة برلمانية. هن بيقولوا أنه هيدي انعطت للرئيس الهراوي أو للرئيس سليمان لأنه ما كان عندهم كتلة برلمانية. أنا لا، أنا بجردها من شرط عدم وجود الكتلة الوطنية بالمطلق، كتلة برلمانية بالمطلق. في حنين على الأمانة العامة؟ إيه؟ في حنين على الأمانة العامة؟ لا لا، لا. على ريمو إدي؟ على ريمو إدي أكيد. إيه؟ على الأمانة العامة لا، على ريمو إدي إيه؟ بقى بالنسبة لها شو بدك ترجعنا على التاريخ؟ يعني هي زلت لسان حلو إنه الكتلة الوطنية. بقى اليوم بمعزل عن وجود كتلة برلمانية أو لا لرئيس الجمهورية، يجب أن يكون له حصة من هالمنطق هذا اللي تناولته فيه. نائب حضرتك التقيت الرئيس على رئيس وفد من الرابطة المارونية بعتقد من فترة. من فترة إيه، ولح شوفه إن الله راد بأسبوع القادم. في تصميم على إنه الخروج من هالروتين البيروقراطي وبناء دولة فعلا. هلأ فخامة الرئيس فعلا بقوله بمنطق مجرد عم يتصرف بشكل أول شيء ممنوع الإحباط عنده بكاركتيره الشخصي، ممنوع الإحباط، عنده واقعية بتناوله للأمور. مثلا بخبرك عن الأزمات، بس هالأزمات هيدي اللي موجودة منش هاوية، هيدي أزمات تعصف بدول بمفاصل او بمراحل من مسيرتها والعلاجات. وهو قال انه حكومه يلي ما قبل الانتخابات من الحكومه يلي بيعتبرها حكومه العهد الاولى، بيعتبر حكومه العهد هي اللي بدها تفرزها الانتخابات يلي بيعول عليها الكثير بالنسبه لمرحله النهوض. يمكن هيدا احد الاسباب يلي عم بتعسر ولادة الحكومة. الانتظارات يلي الكل متوخينا وتحديدا فخامة الرئيس وبقول لك انه البلد واقع بعجز مالي وبأزمات اقتصادية، بس الأدوية موجودة، والأدوية في منها صعب وفي منها سهل، بدنا نضطر ناخد الجرعات الصعبة حتى شو ما كانت كلفتها لأنه البلد يقتضي أن يقوم. وإلا آخر دواء الكاي، هلأ آخر الدواء هو عنده، هو شنو ما بعرف، بس عم نحكي أنه منه محبط، منه شايف أنه البلد انتهى لا سمح الله مثل ما بيروجوا، بالعكس عم بحذر من هالصعوبات وعم يدعي إلى النهوض، والنهوض مكلف، مكلف نفسيا ومكلف سياسيا للأفريقاء، لأنه كل واحد بده يتخلى عن أنانيته. مثل الزواج يا خيي، بالزواج المبدأ أنه وقت واحد بده يتزوج يعني خلص تخلى عن أنانيته. واليوم وقت بدكن تعملوا حكومة وحدة وطنية، اسمها حكومة وحدة وطنية، يعني بدكم تتخلوا عن أنانيتهم، وإلا خلينا نروح على اللعبة الديمقراطية يلي هي لعبة الأكثرية ولعبة الأقلية، وخلينا نمشي بحفلة الرقابة وحفلة الدور، نرجع نزخم دوره للبرلمان.
بس وقبل نحكي حكومة وحدة وطنية الكل بدهم يتخلوا عن أنانياتهم، مثل الزواج عم يتزوجوا بعضهم كلهم سوا، بقى زواج جماعي هيدا، كل واحد بده يخلى عن أنانيته تنقدر نواكب ها حفلة النهوض. طبعا بعد عودة الرئيس الحريري الشهيرة من الرياض كانت العلاقة ودية للغاية بينه وبين رئيس الجمهورية، اليوم بمعرض التأليف وكأنه صار في نوع من برودة، خاصة بعد ما قدم الرئيس المكلف تشكيلتين وزاريتين، صيغتين وزاريتين لرئيس الجمهورية ورفضهم. يعني إذا بسمح لنفسي أقول وكأنه الرئيس الحريري وكيل في هذا التأليف لفريقين أساسيين، التقدمي والقوات، وكأنه فخامة رئيس الجمهورية وكيل لفرقاء آخرين، منهم الأمير طلال أرسلان، منهم اللقاء السني. شوف ما بدي حط هالصورة القصة بمنطق أنه تغير الوضع، أنا بقول هيدي سيناريوهات عم تنطرح ومحاولات حثيثة، يعني الأقرب من القوات والاشتراكي هو الرئيس حريري، والأقرب من التيار العوني وحزب الله وهو رئيس جمهورية، بالوقت يلي رئيس جمهورية مش يعني مادد إيده للجميع. بقى هيدي فيك تحطها بخانة السيناريوهات أو المحاولات الحثيثة لإنتاج شيء ما على مستوى التشكيلة الوزارية. ومين المستفيد اليوم من عدم التأليف؟ ومن المتضرر الأول؟ مش العهد هو المتضرر الأول أكثر من الرئيس المكلف؟ 100% البلد، المواطن، هذا هو المتضرر الأول، البلد والمواطن هيدول المتضررين الأول، بعدين بتحكي برئيس الجمهورية، بس البلد والمواطن هاو يلي متضررين بشكل، يعني تطلع شو في أجمع، يعني بد ما نقعد نحكي نعمل توافقات على حصص بالدولة، بدنا نقعد نتفق شو بدنا نعمل بالنازحين السوريين، شو بدنا نعمل بالنفط، شو بدنا نعمل بالكهرباء، شو بدنا نعمل بالنفايات، شو بدنا نعمل بالأمن، شو بدنا نعمل هاو اللي لازم يكونوا موضع توافق استراتيجي بين الأفرقاء السياسيين، مش انه نحن شو بده يطلع لنا حصة اي وزارة، عيب بقى نحكي بشيء اسمه وزارة سيادية او وزارة غير سيادية. يا عمي صرنا بالقرن 21 كل الوزارات سيادية، الدور هو الدور السيادي، الدور هو يلي بيعطي قيمة للوزارة وقيمة للانتاجية يلي ممكن تطلع منها. اليوم وزير رياضة وشباب اذا كان ناجح بحطها بالمقام الأول بالدولة، يعني ما مش عم بخس منها يعني، أنا بس عم بحكي إنه كلهم بيركضوا على وزارة بدنا وزارة خدمات، ولك يا عمي عيب تقولوها وكأنه بدنا وزارة تنخدم جامعاتنا، كيف هالحكي هيدا؟ وزارة سيادية، لا بدك وزارة سيادية تحطها على اسمك أنت حتى تحتكر القرار الوطني من خلالها، ممنوع هالشي هيدا يا عمي. بدنا نطلع، ما فينا ما حنقدر نطلع منها إلا ما نوصل لمرحلة إنتاج الدولة المدنية، هيدي يلي بتحمل الجميع ويلي بتحقق حلم الشباب. على سيرة وزارة الشباب والرياضة، النقيب أنطوان كليموس مع مين بالمونديال؟ أنا ما تقلي برازيل، لا 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 لا، خليني لك شغلة، أنا من الأساس مش لأنه وصلت على الفينال مع فرنسا إيه، بس معجب بأداء الفريق الفرنسي، وأنا أساساً كنت لاعب كرة قدم وفرانكوفوني بالضهر 100% لو بحب أنا الفوتبول اللاتيني، الفوتبول اللاتيني يعني أمريكا اللاتينية وإسبانيا فرنسا إيطاليا، هاو بحطهم بخانة الفوتبول اللاتيني، بينما الفوتبول الأنجلو ساكسوني مثل بالقانون يعني الإنجليزي والألماني والهولندي والسويدي والنورفيجي لعب مش ناشف، ما في لمحات فنية، بينما هوديك مثل ما بالزمانات كتب أحد الصحفيين يطربون الناس بأقدامهم الفوتبول اللاتيني، إذا بتشوف اللمحات الفنية اللي بيعملوها، وخصوصا هذا الجديد يلي معجب فيه جدا مبابي بالمنتخب الفرنسي، عمره 19 سنة، هذا ثروة. يعني فاجأك المنتخب الكرواتي
ايه فاجأني فاجأني، وصدقني كنت مؤيد له بمباراته مع انجلترا، لانه دايما بحب يكون اتجاهي مش مع الضعيف، مع المتواضع. ايه دولة ما بتحب ضعيفة. التاج ايه؟ ما بتحب التاج؟ لا مش ما بحب التاج، ما بحب الفوقية، ما بحب يعني مش معناتها انه الانجليز كانوا فوقيين، بس هيدا دولة 4 ملايين نسمة متواضعين طالعين من دولة مفككة يوغوسلافيا القديمة، عم يبنوا كرامتهم الوطنية وعم يبنوا اسمهم. ما تتصور هالمباراة يلي خاضوها شو حطتهم على الخريطة العالمية. رئيسة كرواتيا اجت اجت بكل زخمة بإيكونومي كلاس وأنو ستة اجت على حضرة وإيكونومي كلاس. ايه إيكونومي كلاس بالطيارة. ايه والهيدي حدث ولا حرج، ورئيس وزراء السياد أو الملك على البسيكلات بروحوا. أنا يعني أتيح إلي بأحد سفراتي للخارج بقبرص، كنا قاعدين بالأوتيل شفنا حركة غير اعتيادية بسيطة كتير تمثلت بوصول دراجة نارية، وفاتوا 3 أشخاص وفات شخص قاعد باللوبي تبع الأوتيل، وشخصين وقفوا على اليمين وعلى الشمال هيك عن حشرية، يعني مع أنه الظاهرة مش تلومين هذا رئيس جمهورية قبرص. يعني برا ما في الموكب بيوقف سير أو ما في. هلا المبررات الأمنية يمكن بتفرض ببعض، بس في احترام. ايه نقيب، يعني أول شيء استخلصنا شغلة أساسية إنه المونديال مثل بالقانون في شيء اسمه رومانو جيرمانيك وفي شيء اسمه أنجلو ساكسون. يعني إذا بدك، بس طالما عم تحكي مونديال أنا بشبه الأزمة اللبنانية مثل فريقين فوتبول عم يلعبوا. ممنوع الحكم يصوفر انه انتهى الماتش، ممنوع حدا يفوت جول بالتاني. هيدي شغلة بسموها حالة الجمود مفروض نطلع منها. وفي بنالتي بالسياسة اللبنانية؟ ما المشكلة انه ممنوع البنالتي. لقيب، ولكن المحاصصة مستمرة. خلينا نسمع ما قاله وليد جنبلاط. ما حدا طلب منا تنازلات، طلب الرئيس عون إمكانية تغيير الموازين فيما يتعلق بالحصة الدرزية. قلت له اسمح لي فخامة الرئيس، هالمرة ما فيني، بالماضي كان في تسويات، هلق ما فيني أعمل تسويات. إذن طلب رئيس الجمهورية من وليد جنبلاط أنه يتنازل عن مقعد درزي واحد لصالح طلال أرسلان. أنا عم ببني على اللي عم بقوله وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب. يعني وقلت لك أنا رئيس جمهورية ما في شيء، يعني إيده ممدودة الكل وبيحاور الجميع، بس عم بتقلي الرئيس الحريري مكلف بالقوات والاشتراكي. قلت لك إنه بس رئيس جمهورية ما بيمنع إنه يتعاطى مع الكل، إنه عم بمدد إيده للجميع. هلأ وليد بيك جنبلاط عم بيجاوب بمنطق إنه هو بيمثل الطائفة السنية الدرزية الدرزية. هيدي برسم الأفريقاء بالطائفة الدرزية مش برسمي أنا، هني بدون يردوا على الموضوع. بتقديرك رئيس الجمهورية سيبقى متشدد بعملية إنتاج الحكومة لأنه بيعتبرها حكومة العهد الأولى؟ 100% لا تراجع. إيه لا لا أكيد، يعني رح تمشي شروط رئيس الجمهورية. يعني أقله بده يمارس حقه بالكامل، حقه بالكامل يلي هو إصدار مرسوم التشكيلة يلي من خلاله مفروض مش يفرض شروطه، منا هون حفرة بازار، بس يقدر يحقق الطموح يلي عم يسعى له، انه هالحكومة يلي بدها تكون حكومة العهد الاولى بدها تكون منتجة وتقدر تحقق المبادئ يلي عم بيسوقها فخامة. بدأ الضغط البرلماني، رئيس المجلس وكأنه عم بيقول لهم للمعنيين انه فترة الدلع لازم تخلص، فترة السماح انتهت، انا سأدعو الى انتخاب اللجان النيابية عمل اجرائي صحيح. ولكن دستوريا لا يستطيع رئيس المجلس ان يشرع او ان ينتظم العمل البرلماني بحكومة تصريف اعمال. اكيد ما فيك تقول انه بده يفوت بلعبة التشريع، ما في. هلا كله معطل، هلا ينتخب اللجان. ايه عم بيجهز المكنة البرلمانية، ما في شيء بيمنع. انا ما بشوف في شيء بيمنع
انه يعمل انتخابات للجان، بس انه تبلش اللجان عملها لا ما بتصور هذا. بعدين هيدي فترة السماح عم بيقول انتهت، هيدي برسم الطائف يلي لم يضع حد لتشكيل حد زمني للتأليف. هيدي شغلة يعني رئيس الحكومة في ضل إلى أبد الأبدين منطر الناس أمتين تتألف الحكومة. يعني دايما كل شغلة منا مقدسة. الدستور اللبناني لو كان مقدس ما كان إجا الطائف. اليوم كله بينطرح للتطبيق، بشوفوا بمعرض تطبيق قانون أو معرض تطبيق نص شنني الأشياء يلي أثبتت عدم جدواها أو يلي أثبتت إنه هيدي بتعرقل ما بتحل، ممكن تلافيها بعملية إعادة النظر بهالأمور. هاي منه عيب، بس شرط إنه مندق بالأسس الوحدوية للمجتمع والكيان اللبناني. بقت ما بقى كله مسموح. يعني إذا هالشغلة هيدي عرقلت تعلمنا من، خلينا نأيد إنه هالشغلة هاي بدها تعديل. شغلة تانية، ليش رئيس الجمهورية عاطينه مهلة 15 يوم؟ يا بتمضي مرسوم يا يعتبر بمثابة، بينما الوزير له حق يحطه بالجرور قد ما بدك. رئيس الوزراء الله يرحمه رفيق الحريري، قانون الأحوال الشخصية للزواج المدني الاختياري اللي صوت عليه مجلس الوزراء حطه بالجرور. طب هيدول كل هالأمور هاي يجب إعادة النظر فيها. يعني ما عم بفهم أنا، تبين إنه هالأشياء عم بتخلق خلل بالنظام، عم تخلق خلل بالممارسة الديمقراطية الصحيحة، عم بتحول دون التقدم بمنطق عمل الدولة. خلينا نغيرها. ما أنا مش عم أقول خلينا نعيد النظر بالتوازنات يلي أرساها الطائف أو بالصلاحيات أو بالصلاحيات، عم أقول في إشياء عملانية على الأرض ثبت أنه بدها تصحيح، خلينا نصححها. إلى جانب إشياء كتير في شوائب كتير. كمان رئيس المجلس طرح بعض المشاريع الإصلاحية ربما ولكن تحتاج إلى تعديل دستوري، أنه لماذا ربط عمل تشريع مجلس النواب بدورتين عاديتين؟ ما بيمنع هيدي أمور تتناول مصلحة الجميع، منا أمور فئوية، هيدي أمور فيها شمولية. أنه عم تحكي تشريع بدل دورتين عمول ثلاثة أو شيء، ما وين الغلط؟ هيدي وين مصلحة الشيعة أو السنة أو الموارنة أو الدروز أو الأرثوذكس؟ يعني أخيرا نقيب أنطوان كليموس، الحضور المسيحي في الإدارة، هل فعلا هناك غبن كبير لاحق بالمسيحيين؟ أكيد في غبن، وهل الموضوع هيدا اضطريت واجهه أنا بمرحلة معينة بمعرض التعاطي مع ملف مدير عام التعاونيات السيدة غلوريا أبي زيد منارشة، يلي فعلا مثل ما بقولوا عادوا الكل إلى رشدهم وأعيدت الحقوق إلى صاحبتها، يلي وجه لها تحية، موظفة كفوقة نظيفة الكف، عندها جرأة النطق بأناعتها بمنطق شمولي ووطني. اضطرينا نوقف إلى جانبها يلي هي رفضت أي تدخل سياسي بملفها، والحمد لله النتيجة كانت إيجابية. كمحامي أو كرئيس رابطة مارونية؟ لا، كرابطة مارونية. وحتى ولو كانت أخذت وقت هالقصة، بقى نحن بحس أنه منا مضطرين نعمل هيك دايما. يعني هيدا دور الرابطة المارونية، بس دور السياسيين كمان. اليوم السياسيين إذا هالموظف المسيحي ما بخصهم بيتفرجوا عليه إذا عم تنتقص حقوقه. يا عمي الموظف نظيف والمنيح والأبضاي شو ما كانت هويته السياسية، إذا عنده هوية سياسية، يمكن لأنه ما عنده هوية سياسية بيتنصلوا منه. وقفوا حده
بمنطق وطني مش بمنطق لا طائفة ولا شيء. اليوم الإدارة عم تبلش تتفرغ من هال يعني اتفقت. وقت وقفنا إلى جانب ست غلوريا قلت إنه نحنا ما فينا نوقف متفرجين أمام ملف من هالنوع. عم ندعي المسيحيين إلى الانخراط بالدولة وبدوا يشوفونا عم نتقاعس عن اللعب هالدور مع ملف نظيف مثل هالملف. بدوا يقولولنا على أي وليمة عم تدعونا؟ عم تدعونا على وليمة وتتفرجوا علينا إذا حدا انتقص من حقوقنا؟ بقى مشان هيك أدعو المسيحيين إلى الانخراط في الدولة، وأدعو السياسيين إلى دعم الموظف الكفؤ والنظيف، مش إلى دعم الموظف المسيحي، إلى دعم الموظف الكفؤ والنظيف شو ما كانت هويته. بس كمان بالوقت ذاته بدنا نشجع المسيحيين إلى الانخراط بالدولة، لأنه الطايف يلي حكي عن المناصفة بالفئة الأولى حدث ولا حرج إيدك وللطال شو عم بصير بالفئة الثالثة والفئة الرابعة، وخصوصا بالتعاقد وبهالقصص هاي. وأكبر دليل على الغبن اللاحق بالمسيحية هو اللي حاصل بالضمان الاجتماعي وبالجامعة اللبنانية. هيدول ملفين يجب إليهم العناية الكافية والكاملة حتى نقدر نوصل للتوازن الوطني بهالمؤسستين الأساسيتين. بدي أشكرك أنا النائب أنطوان كليموس، بذكرك أنه يوم الاثنين عندك ساعة توقف عن العمل. يعني كمحامين بعرف يعني احتجاجا على ماذا؟ ايه؟ احتجاجا ما يعني في كتير أمور أوضاع قصور العدل تعتير يعني معقول قصور عدل ما فيها كهرباء؟ لك يا عمي كيف هالشغل هيدا؟ بالزمانات اضطرينا كنقابة محامين نتدخل تحت نعيد تأهيل قاعة المحامين بحبس رومي. بلشنا بالمعاملة بالقلب بدل ما نطلب إذن تنعطيهم هبة، قدرنا توصلنا بشكل أو بآخر إلى إعادة تأهيل غرفة المحامين بسجن رومي وتزبيطها بشكل تليق، لأنه كان يطلع المحامي ما تأخذني بالكلمة يعني ما إلك عين ولا إلك نفس تفوت عليها. عملناها وقت رخام وكل شيء وزبطناها، بس مش نقابة المحامين بدها تحل محل الدولة بالأبنية تبعيتها وتجهيزها يعني إذا بتطلع أنت محامي ومشهود إلك وعيش الجو تبعنا وكنت من الأساسيين شفت بتعرف هالشي هيدا بده نفضة من الكعب. هلا عم بصير بدوائر معينة ومحددة إعادة التأهيل، مثلا دائرة التنفيذ ترتبت بشكل كتير حضاري ببيروت، بضل في النيابات العامة يا حدث ولا حرج. النيابات العامة حدث ولا حرج، ملفات ما بعرف يا عمي، كل موظف كمبيوتر براسه بحد ذاته تطلع لعنده بروح بيركض بجيب لك الملف دغري عشرات الألوف من الملفات ومنهم الجرادين أكلينهم بالديبويات. بقى ليش عم نحكي؟ بدك ترجع تعيد تعطي نفس لإدارة نظيفة، إدارة فاعلة، ترجع تعيد النظر بكل هالأسس يلي قايمة عليهم الدولة. بدي أشكرك أنا النقيب أنطوان كليموس رئيس الرابطة المارونية، تذكير بأبرز ما ورد على لسان النقيب كليموس وأيضا النائب جهاد الصمد. رئيس الرابطة المارونية دق ناقوس الخطر ودعا إلى وحدة وطنية تتجلى في كل المجالات. وقت بدهم يفلوا كلهم شو بضل فيه؟ هذا هو الخطر على المصير، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، انتفاء الحلم عند الشباب اللبناني. هيدي أسوأ ما يمكن وقت إنسان ببطل يحلم. تعثر التأليف محاصصة أم أكثر؟ بدنا ياهن مش يتصالحوا مع بعضهم ويبوسوا بعضهم، بدنا ياهن يتصالحوا مع المصلحة العامة.
يعني لعبة أبو ملحم ما بتفيد بهالأيام، ما بتفيد، ومش هيدا هو الهدف. الهدف يتصالحوا الزعماء والقادة لأي فريق انتموا. وتحدث النقيب قليموس أيضا عن اتفاق مع راب وكيف قرأه. الهدف كان منه، أنا وقت أعلن اتفاق مع راب اعتبرته بقعة زيت، يعني يجب أن تتمدد إلى كل الأفرقاء المسيحيين تحت عنوان استراتيجي موحد يرعى المصلحة المسيحية بدون إحراج وبدون خجل. ورئيس الجمهورية براغماتي وواقعي في أدائه. فخامة الرئيس فعلا أولى بمنطق مجرد، عم يتصرف بشكل أول شيء ممنوع الإحباط عنده بكاركتيره الشخصي، ممنوع الإحباط، عنده واقعية بتناوله للأمور. مثلا بخبرك عن الأزمات، بس هالأزمات هيدي اللي موجودة منش هاوية، هيدي أزمات تعصف بدول بمفاصل أو بمراحل من مسيرتها. وأنهينا الحديث مع النقيب كليموس كما بدأناه عن مسألة تأليف الحكومة. وزارة سيادية، لا بدك وزارة سيادية تحطها على اسمك أنت حتى تحتكر القرار الوطني من خلالها، ممنوع هالشي هيدا يا عمي، ما حنقدر نطلع منها إلا ما نوصل لمرحلة إنتاج الدولة المدنية، هيدي يلي بتحمل الجميع ويلي بتحقق حلم الشباب. النائب جهاد الصمد تحدث من جهته لليوم السابع عن حكومة وحدة وطنية. هيدا واقع صار مثبت بالنتائج، والنواب اللي ربحوا ما حدا ربح، يعني لانه صنيعة حدا ولا حدا في يقول انه هو اللي نجحه، لان الصوت التفصيلي كان مؤثر ومعبر جدا، كل واحد نجح بحيثيته باصواته. والشعار اللي اطلق بعد الاستشارات النيابية انه هناك النية والتوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونحن مكون اساسي بمجلس النواب. وتحدث أيضا النائب جهاد الصمد عن حصة رئيس الجمهورية من الوزراء المسيحيين وغير المسيحيين. طموحات وأمال ومواقف أهل السنة والجماعة في لبنان بالحياة السياسية وبغير الحياة. في لغط عم بيصير، يعني حصة رئيس الجمهورية هو عم يتبادل مع رئيس الحكومة، هذا مش من حصة حدا، يعني رئيس الجمهورية عم يبادل وزير مسيحي البناء لرغبة رئيس الحكومة أنه بده وزير مسيحي، فعم يصير تبادل. نائب مجددا نشكرك على استضافتك وبالتوفيق. يعطيك ألف عافية. رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان كليموس. إخراج هذه الحلقة مدير البرامج ميشيل مجاعس، وأيضا المخرج رودريغ نمنم. الموعد يتجدد السبت المقبل. المتابعة في مكتب التحرير كانت لتريس خوري. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع بلاط وباركيه. A to Z صيانة عامة، حراسة، أمن، وحدة.